وحول هذا الإنجاز يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الله أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي للتطوير والشؤون التقنية بشركة مطار البحرين. أهلا بك أستاذي الكريم في نشرة ثالثة، نبارك لكم بالطبع هذا الإنجاز، وليس يعني بالإنجاز الأول ولن يكون الأخير بالطبع. ما هي أبرز الجهود التي أهلت مطار البحرين الدولي للحصول على هاتين الجائزتين؟ مرحبا أخوي. بالنسبة للجائزة الأولى، أولا بالنيابة عن جميع العاملين في شركة مطار البحرين أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شركائنا الاستراتيجيين الذي أسهموا في الحصول على هذه الجائزة الدولية من منظمة المطارات العالمية. شركة المطار البحرين بالتعاون مع جميع الشركاء في مطار البحرين الدولي ومنظمة المطارات العالمية ACI قد التزمت بتخفيض زيادة درجة الحرارة المتوسط العالمي وفقا لاتفاقية باريس. حصل مطار البحرين على الاعتماد للمستوى الأول والثاني والثالث ما بين عام 2015 و2021، وفي عام 2022 تقدم مطار البحرين للحصول على المستوى الرابع وحصلت عليها في عام 2023. قامت الشركة بتوسيع نطاق أثر الكربون لتشمل مصادر الكربون الإضافية، ووضعت استراتيجية بيئية لإدارة الكربون على المدى الطويل للوصول إلى نت زيرو بحلول عام 2050، وتشمل قياس مسار الانبعاثات وتوقعات التقليل الكربون من جميع المشاريع المخطط لها حتى عام 2050 مع وجود نقاط بيئية كل 5 سنوات. أما بخصوص الجائزة الأخرى، هي الجائزة الفضية للقضاء على البلاستيك المفرد للاستخدام، استطاعت شركة تحقيقها من خلال مشروع إدارة نفايات البلاستيك مع شركائنا الاستراتيجيين في مطار البحرين الدولي بهدف الوصول إلى رؤية مطار خالي من النفايات البلاستيكية بحلول 2050، وأسفر المشروع عن منع 3400 كيلوغرام سنويا وإعداد تدوير 137,000 كيلوغرام سنويا، بالإضافة لإنشاء لوحة تحكم مركزية لمصادر نفايات البلاستيك والكميات المنتجة والمواقع المرتبطة وغيرها لمراقبة تدفقات نفايات البلاستيك في مطار البحرين الدولي. نعم أستاذ الكريم، لو تطلعنا على كيفية قياس نسبة الممارسات البيئية السليمة في المطار، وأيضا نسبة التحول الأخضر لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، وما هي أيضا الجهود المقبلة والخطط المقبلة أيضا لتحقيق ذلك؟ بالنظر إلى المساحة الجغرافية لمملكة البحرين، فإن أي جهد مهما كان صغيرا يسهم في الحد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي، بالتالي المحافظة على الهواء نظيفا كما يحافظ على المحافظة على الطاقة والمياه واستغلال الموارد، وهذا هو أساس تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة لتحقيق احتياجاتهم. وهذا ما نسعى إليه في مطار البحرين الدولي، التأكد من عدم تأثير أعمالنا اليومية على البيئة والأجيال القادمة، وذلك تم تنفيذ برامج مراقبة مختلفة في مطار البحرين الدولي للتأكد من قياس التقدم نحو هدف الصفر الكربوني بحلول عام 2050. نعم السيد عبد الله أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي للتطوير والشؤون التقنية في شركة مطار البحرين، شكرا على هذه المداخلة.